حذرت منظمة الأغذية والزراعة الأممية من تراجع صادرات القمح والسلع الغذائية من أوكرانيا وروسيا، ما سيدفع الملايين حول العالم إلى براثن الجوع بحسب المنظمة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن جنود بلادها شارعوا بتنفيذ عمليات عسكرية في دونيتسك وسط خسائر فادحة للجانب الأوكراني بحسب الوزارة. وفي كييف قال مسؤولون أوكران إن قوات بلادهم تحتفظ بمراكزها ومواقعها في سفيرودونيتسك وسط احتدام المعارك والقصف المستمر ليلا نهارا. تمشط القوات الروسية إحدى مناطق إقليم دونباس من الألغام وتشق طريقها في دونيتسك صوب ثكنات وخنادق الجنود الأوكران الذين يتمسكون بأرضهم ويدافعون عنها ويرون في الحرب خط نهاية بعودتهم إلى ديارهم سالمين. الدفاع الروسية باشرت بنشر إحصائياتها اليومية للحرب في دونيتسك، وتقول إن قوات بلادها تمكنت من مسح 54 لغماً زرعها الأوكرانيون، إضافة إلى تحطيم طائرات ومقاتلات للجيش الأوكراني. وفي إطار شرعنة دونيتسك المستقلة واعتبارها منطقة ذاتية الحكم، يتمسك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بخيط وسط لهيب نيران الحرب، ويؤيد إصدار سلطات دونيتسك المحلية حكماً بالإعدام بحق 3 أجانب لارتكابهم جرائم حرب على أراضي من تسميها روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة لوهانسك تشتعل المواجهات وسط تحذيرات من تبعات استهداف مصنع الكيماويات في مدينة سيفيرودونيتسك وأثره على السكان المحليين والمجتمع من محتوياته الصناعية. ووسط هذه الحرب التي قطعت أوصال أوكرانيا، ليس بدءاً بضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وليس انتهاءً باعتراف روسيا بدونيتسك جمهورية مستقلة، لا ينفك الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن التماس الرأفة الأوروبية عارضاً أمانيه أمام قمة كوبنهاغن للديمقراطية برمي عباءة الاتحاد السوفيتي في دفاتر التاريخ الأوكرانية، ومعها وضعية الحياد اتجاه الناتو وروسيا وأوروبا، فيلتمس العطف بإحصاءات رسمية تؤكد أن أكثر من 70% من الأوروبيين يعتبرون أوكرانيا جزءاً من الأمة الأوروبية. فما الذي يخشاه السياسيون الأوروبيون من تحقيق هذا الأمل بحسب زيلينسكي؟ من باريس تنضم إلينا الدكتورة سيلين الجريزي الأكاديمية والباحثة الجيوسياسية. دكتورة أهلا وسهلا بك. إذن دكتورة سيلين، بحسب التقدم في هذا المشهد العسكري اليوم، كيف تقرأين توجه اليوم والحديث يملأ الساحة بالحديث عن أوكرانيتين خاصة مع هذه الاشتباكات العنيفة في الشرق والجنوب؟ مرحبا بمتابعي القناة. أنا أظن أن الموضوع لا يمكن أن نقول بسرعة أن هناك انتصار، قد يكون هناك يعني ربح للمعركة، لكن الحرب لا زالت مستمرة. هناك مجموعة من المعطيات ويشهد بها أعضاء حكومة أوكرانيا أنفسهم بأن هناك سبق كبير لروسيا، وخاصة أن المعركة الآن هي معركة مدفعية كما يقال. ونقطة مهمة يجب الإشارة إليها إلى أن أوكرانيا استنفذت كل أسلحتها، والآن لا تستعمل إلا أسلحة أو مساعدات الحلفاء. هنا أتكلم عن الاتحاد الأوروبي أو دول ناتو وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. لذا مسألة الحرب انتقلت الآن، هي متواجدة على أرض الميدان لكنها انتقلت إلى جانب إعلامي بالدرجة الأولى، لنقول هو الشو على الطريقة الأمريكية. هناك إحساس لدى الغرب، وأنا أتكلم على فرنسا على وجه التحديد، بأن أوكرانيا أصبحت مجرد أداة بصراحة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أقول أن الرئيس الروسي ليس مخطئا، يعني ما قام به مثل ما قال إيمانويل ماكرون قبل أسبوع هو خطأ تاريخي، وستكون لديه ترددات على مستقبل الديمقراطية وعلى مستقبل المنطقة، لكن هناك نوع من الغموض الذي هناك إحساس، يعني هناك توجه آخر للمعركة. والموضوع في فرنسا، يعني أنا اليوم كنت أكلم مجموعة من الأصدقاء لا علاقة لهم أيضا بالسياسة، بخلال الموضوع نسي تقريبا وطال أمده ويراد له ذلك. هناك إحساس بأن هناك مقايضة ستتم في الأيام المقبلة. هناك صحيح توجه للغرب نحو ما نحن نعيش الآن ما يسمى بجيوسياسة الطاقة. ونحن الآن الغرب يتوجه إلى منافذ أو مصادر أخرى، لكن أظن ستكون هناك مقايضات. الموضوع معروف،
صحيح أن هناك حرب طاحنة، لنسميها حرب طاحنة، صحيح أن هناك خسارة لدى الأوكرانيين، صحيح أن هناك أيضا خسارة من الجانب الروسي، لكن من وجهة نظري الموضوع سيتم حلحلته على طاولة حوار أو دبلوماسي. كل الجهات لديها أوراق تريد الضغط عليها. الاتحاد الأوروبي يستمر في سياسة الاحتواء واحتضان المناطق التي كانت لدى الاتحاد السوفيتي سابقا. روسيا تريد أن تظهر على أن العالم لم يكن يعد أحادية القطبية، لكن أصبح الآن متعدد القطبية. هناك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي منزعجة من محاولة الغرب وخاصة فرنسا الخروج من تحت عباءتها، ومطالبة بإنشاء جيش موحد واستقلالية الاقتصاد إلى غير ذلك. هناك الصين التي لديها أهداف اقتصادية والتي يزعجها حتى وإن كانت في نفس خندق روسيا، لكن الحرب الأوكرانية لا تخدمها، لأن الاحتلال الصيني واحتلال اقتصادي بالدرجة الأولى، يعني نقول أنه نوع من الحرب الناعمة إذا تكلمنا عن الاقتصاد. لذا يمكن يجب قراءة الموضوع في شموليته، في زمكانيته، يعني هناك مجموعة من ما يتم ترويجه من وعود من الغرب. يبدو الغرب لم تفي بكل وعودها، والغرب تعب. فرنسا إيمانويل ماكرون قال أنه لم يعد لدينا أي احتياطي من السلاح في فرنسا، وطالب الشركات المنتجة للأسلحة ولقطاع الغيار أن تسرع في الإنتاج، لأنه يعني الاحتياطي لم يعد موجودا. نفس الشيء بالنسبة لهولندا وبالنسبة لألمانيا. لذا فالأزمة يحاول الرئيس الأوكراني أن يظهر أنها لا تخص فقط بلده، وأن المجاعة قد ستعم العالم، وأن مسألة الحبوب إذا لم يكن هناك ضغط على روسيا، أن مثل ما يقول هناك مثل يمني جميل يقول إذا رأيت بيتك جارك يحترق فاعلم أن بيتك هو المقبل. يعني هو يلعب على هذه النقطة، أن الغرب هو المرحلة المقبلة من الحرب الروسية. نعم، إذا أمام هذا الموقف وهذه الحلحلة التي قد تكون أحد هذه الحلول المطروحة الآن، هل من الممكن أن يصبح الموقف مغايرا لدول الاتحاد الأوروبي لربما ما يحدث مع باريس؟ لا نتحدث هنا بالضرورة عن موقف واضح وصارم، ولكن نتحدث أيضا عن موقف مغاير. فحديث ماكرون لا يشي أيضا فقط بالموقف بحد ذاته، ولكنه يتحدث أيضا عن التعامل مع الرئيس الروسي في خضم هذه الأزمة. صحيح، بكل منذ البداية إيمانويل ماكرون كان واضحا، على عكس مثلا الرئيس الأمريكي أو حتى الرئيس الحكومة البريطانية لديهم نفس التوجه وتلك الخطة أو الأسلوب القوي تجاه روسيا. فرنسا أولا رأينا إيمانويل ماكرون تارة يرتدي قبعة رئيس فرنسا، وتارة رئيس فرنسا رئيسة للاتحاد الأوروبي إلى نهاية هذا الشهر. كان دائما لديه رغبة في حلحلة الموضوع، في ترك باب الحوار مفتوح. دائما في الحروب مسألة ترك باب الحوار أو الباب مواربا لإمكانية المناقشة مع الجهة التي تعتبر أنها طاغية هذا شيء مهم. إيمانويل ماكرون حتى مؤخرا أكد، يعني ذكر في شهر 4 في شهر 5 وقبل أسبوع أنه لا يجب إدلال روسيا، يعني لا يجب أن يتم حلحلة الموضوع بكسر الأضلع إذا صح التعبير. صحيح أن الإحساس الذي يراودنا أن بوتين الآن يمارس ما يسمى بسياسة الأرض المحروقة، يعني أنا وبعدي الطوفان، لكن الغرب لا يريد حتى العقوبات التي فرضت عليه بصراحة أغلبها عقوبات اقتصادية طفيفة، يعني لم تؤثر على 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 روسيا ولن تؤثر عليها على المدى الكبير، وهناك محاولة على الضغط على الصين لكي لا تعوض تلك الخسائر. لكن الغرب أو نقول الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يؤلم روسيا، يحاول أن يسدد ويقارب. من وجهة نظري هناك مداخلات، هناك تحركات قد تكون خلال الثلاث أشهر الصيف، لأن المشكل سيكبر وستصبح الأزمة خانة، خاصة أزمة الغاز والحبوب. قد لا تعاني فرنسا مثلا من أزمة الحبوب، لكن أزمة الغاز مع دخول فصل الخريف والشتاء تأثيرها ليس قوي على فرنسا، لكنه قوي جدا على فنلندا، قوي جدا على ألمانيا، وهذا قد يخلق شرخ داخل الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الدول لن تقبل أن تهدر مصالحها، وليس لديها أي هدف
أن تشتري الغاز الأمريكي الذي هو أقل جودة وأغلى سعرا وأكثر تكلفة للوصول. لذا الغرب لا يريدون أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ونقول أوروبا أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية وحدها رابحة، لكن من رأيي سيتم النزول لطاولة الحوار. بأي ثمن بأي تكلفة، من رأيي أن الكل سيدفع التكلفة غالية، لكن يجب حل حالة الوضع. بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. شكرا جزيلا لك الدكتورة سيلين الجريزي الأكاديمية والباحثة الجيوسياسية، كنت معنا من باريس.